مثلما يكبر فيك الشجر الطيب نكبر، فزرعين فوق أهدابك زيتونا وزعتر، وحملين أملا مثل صباح العيد أخضر، واكتب أسماءنا في دفتر الحب نشاما، يعشقون الورد لكن يعشقون الأرض أكثر. قادتنا خطوات الشوق والحنين من عمان إلى الأغوار الشمالية، وبالتحديد إلى منطقة كريمة، لتفتح لنا أبواب الخير من مواسم العطاء والزراعات المختلفة. احنا منطقة كريمة الغور الشمالي، نعم، وتقريبا كريمة آخر بلد محافظة إربد. يعني هذول شباب أطباء، في منهم على مقعد الدراسة، وفي منهم اتخرج، وفي منهم لا يزال بيقدم امتياز. فوجدنا عندهم طموح، وجدنا عندهم رغبة وميول أنهم يشتغلوا بالأعمال الحرة، ما ينتظروا وظيفة. لذلك نزلناهم إحنا معانا بالشغل وأبدعوا في هذا المجال. وللأمانة يعني كل الحيوية والنشاط والرغبة، مع أنهم أطباء، وبتعرف يعني لما يكون طبيب صفة اجتماعية مميزة، مع أنه ترك كل هاي الأمور ولجأ لمجال الزراعة وأبدعوا وأنجزوا وما شاء الله عليهم. والله إحنا في البداية يعني بلش هذا المشروع معانا تقريبا قبل 5 سنوات، يعني كنت لسه سنة ثانية طب، فتوجهت هيك شوي للتجارة، ولقيت أنه بلش فيه أنه في جدوى مادية من وراء هذا الموضوع. هسه بالنسبة مثلا لورق الدوالي، هو بالأصل كان يروح على الحسبة يبيت يوم، بعدين يروح على محلات الخضرة، فما بوصل للزبون فريش، يعني بوصل للزبون بعد ما يتلقط أو بعد ما ينقطف في 2 أو 3. فالفكرة كانت أنه إحنا نوصل في نفس اليوم، يعني الدوالي ينقطف بعدها بكم من ساعة يكون وين عند الزبون. في الفكرة هي بالأساس هي تجارة إلكترونية، وبرضو توجهنا للمطابخ، يعني في كثير مطابخ برضو بنتعامل معهم. هسا احنا كأطباء احنا قسمنا حالنا بالنسبة للشغل ونظمنا أمور العمل، بحيث انه واحد مسؤول عن البضاعة اللي بتطلع من المزرعة، عن جودتها وعن نظافة البضاعة وانها تكون صنف أول فعليا، وواحد مسؤول عن اللي خلينا نحكي اللي هو الإعلانات والتسويق، وفي برضو أطباء مسؤولين عن التوصيل. يعني احنا بالتركيبة كاملة تقريبا هي أطباء من ما يطلع من المزرعة لحد ما يوصل للزبون. هنا سطرت قصص نجاح لمشروعات إنتاجية بزراعة وبيع أوراق العنب لمجموعة شباب أطباء من الأردن، شباب من أهل العزم والإصرار على كسر قيود البطالة وثقافة العيب، يملكون طاقات إبداعية سقفها السماء قادتهم إلى بناء مشروعهم الإنتاجي بدلا من انتظار الوظيفة. والله صراحة المشروع بلش معنا من 5 سنوات ما كنا طلاب. كانت فكرنا بالفكرة هاي إنه الدوالي بزل على الحسبة ببيت 2 أو 3 حتى يوصل للزبون، وقتها بيكون الورق مش طري ولا يعني راح يكون ناشف. فإحنا فكرنا ليش ما نعمل إنه نلقط ونوزع بنفس اليوم، وصراحة نجحت معنا هاي الفكرة. واتجهنا بعديها طورنا المشروع إنه صرنا نسوق إلكتروني. صراحة أنا ما انتظرت وظيفة الواحد يصرف فيها على نفسه من احتياجاته، فالتجأت أنا للشغل هذا إنه نلقى الدوالي ونوزع بنفس اليوم. إحنا حاليا في مزرعة في منطقة الكريمة الأغوار الشمالية، كنا نزرع الخيار والبندورة والخضروات بشتى أنواعها، وحاليا اتجهنا إلى زراعة الدوالي أوراق العنب. المردود المادي جيد. نحن في هذه المزرعة عندنا 54 بيت، سنويا ننتج ما يقارب 60-70 طن من أوراق العنب. هذا المردود الحمد لله وفضل من الله ونعمة، وظف بعض الشباب، أصرف علينا والأمور ماشية بفضل من الله الحمد لله. اندمجنا وانخرطنا في المجال الزراعي وكأنه يعني عملية جراحية، بدنا نشتغل بإيدينا، فاندمجنا في النبات الزراعي والدوالي والطين والأغصان، فهذا صار جزء منا ونحن جزء منه. هم الفجر بخيره وعطره، يزرعون فينا الحب والأمل، ويتركون ابتسامة تملأ القلب بحب الحياة والعمل. نعم، إنها الأردن وإنهم الأردنيون.